الكنز الحقيقي هو المحبة والقناعة. سأكون محبا وسأكون قنوعا يا سيدتي. كانت بين يديك ورفضتها ولم تشكر الله على نعمته وطمعت بالكثير الكثير. أنا غلطان يا سيدتي، أنا غلطان، أنا أريد أحبتي، أريد أصدقائي. حسنا، من تريد من هؤلاء الأحباب؟ وهل يجب علينا أن نختار واحدا فقط؟ اختر واحدا منهم أو ماذا يا سيدتي؟ أو أزيل عن يديك المقدرة على تحويل الأشياء إلى الذهب. أزيليها يا سيدتي، لا أريد ذهبا. فكر يا رجل. لا أريد ذهبا، أنا فكرت، لا أريد، أريد أحبتي، أريد أصدقائي. حسنا، امسح بيديك على وجه كل واحد منهم وتذكر بأن الذهب ليس كل شيء، واقتنع بما تملك فهو الكنز الحقيقي. ساقتنع. شكرا لك يا سيدتي. اقتنع بما تملك. شكرا يا سيدتي. ما أحلى حب الناس وتذكر نعم الرحمن. اذكرها في كل مكان، عندك عافية ويدان، عندك إيمان ولسان، عندك وطن وعندك بيت ولديك عصر الإخوان. ما أحلى حب الناس.